السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده عن موضوع مهم جدا هيشغل فئة محددة من منشئي المحتوى. الفئة دي هي الفئة التي قامت بإنشاء حساب جوجل ادسنس بجيميل جديد غير جيميل القناة من أجل تحقيق الربح. حضرتك لما بتكمل الشروط بتفكر بينك وبين نفسك، ايه اللي يخليني أعمل جوجل ادسنس بنفس ايميل القناة؟ طب لما اشغلها واعمل جيميل جديد واعمل ادسنس جديد زي ما عبد الصمد قال لنا. طيب نيجي نعمل بقى حساب جيميل جديد لادسنس، نتفاجئ ان تم تعليقه، او ادورد نتفاجئ ان تم تعليقه، والسبب سبب بسيط جدا حضرتك مش ممكن تتخيله. ولو جيت بصيت على قناة زهرة اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح في المتوحد فكرة وتم اثبات قناتها، ثواني، في المنتدى، بص في المنتدى قناة زهرة اللي تم اثبات ملكيتها، هي دي تقريبا او زهرة واحدة من الاثنين، كان مشكلتها هو التفعيل التحقق بخطوتين فقط لا غير، وتم تعليق الحساب. متخيل؟ والله العظيم تم تعليق الحساب. النهاردة متفاجئ ان اليوتيوب بيبعت الرسالة دي، انا لسه شايفها النهاردة، هي تم ارسالها يوم 24 ولكن انا لسه شايفها النهاردة. اعتبارا من 20 سبتمبر 2022 سيكون عليك تفعيل ميزة التحقق بخطوتين. ده جيميل خاص بادسنس فقط لا غير، مش عليه اي قناة يوتيوب. متخيل معايا بقى جه يوم 20 وانا ما فتحتش، فاليوتيوب هنا هيبدأ يقول انت ما فعلتش، فيعلق فتفعل فتبعت بيانات. طب ليه ادخل في مشاكل كده كتيرة ودوامة كبيرة جدا؟ طب ما ادخل اعمل تفعيل تحقق بخطوتين وانجز الموضوع ده. ثواني عشان الرسالة، بص هيجي لك هنا اعمل بدء الان، ماشي، اعمل بدء الان، هيجي لك رقم تليفون، ماشي، لا هيجي لك الباسورد، اكتب الباسورد اهو، ماشي، كتبنا الباسورد، ثواني عشان لو جه رقم تليفون انا مش عايز يظهر لانه مش رقم تليفوني الشخصي. التالي اوكي، وهنا هيجي لك رسالة، هيجي لك رسالة هنا، ثواني اهو، دخل الرسالة 0 3 4 6 1 8 اوكي، ونيجي هنا نعمل التالي، ماشي، وبعد كده اهو تيجي هنا اعمل تفعيل، تمام. وكده احنا عملنا تفعيل التحقق بخطوتين. لو جينا هنا تم تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، وكده انا خلصت فعلت التحقق بخطوتين ومش هقابل اي مشكله قدام من تعليق حساب سواء في جوجل اعلانات او جوجل ادس او جوجل ادورد او اي جوجل ادنوب اي جوجل. ليه؟ لان بقت عائق على جميع منشئي المحتوى. لو جينا بقى عملنا هنا وعملنا تجاهل، خلاص بقى احنا عملنا تجاهل اهو، تجاهل، جينا على التحقق بخطوتين خلاص متفعل، خلاص الحمد لله انا مفعل، مع السلامه مع السلامه مع السلامه، وخلاص كده انا فعلت قناتي على اليوتيوب خلاص، تمام. فعلت ايه؟ ميزه التحقق بخطوتين، مش فعلت قناتي، ميزه التحقق بخطوتين، تجنبا لاي مشكله هتقع فيها قدام. الفئه دي لازم تركز جدا في الموضوع ده. طبعا بالتوفيق للجميع، كان معاكم اخوكم المتوحد فكره اللي دايما في خدمتك من اجل تطوير ذاتك. والكلام ده كلام مهم جدا 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 فوق ما تتخيل، والله العظيم مهم جدا فوق ما تتخيل. يا جماعه اي شخص معاه جيميل يدخل حالا يعمل له التحقق بخطوتين لتجنب اي مشاكل. اليوتيوب وشركة جوجل ما بقتش بتهزر،